بتحب المطبخ؟ اه طبعا. طيب في مهمه صعبه النهارده شايفه. طبعا يعني انا ما قلتش المنيو حضرتك ما تعرفوش ايه هو، بس انا قلته للساده المشاهدين، فاحنا معانا رنجه ومعانا تشكيله من الخضار، خس وطماطم وخيار، وانت من عاشقه الرنجه انا عرفت جدا. نعملها ايه تتخيلي؟ الرنجه ممكن نعملها سلطه، يعني بحب سلطة. جدا اعمل سلطه رنجه، بس اما البورسعيديه بالطحينه. بالطحينه نعملها لك بالطحينه. حاضر. بالطحينه جدا. ومعانا سمك بولتي، انا شخصيا بعشق البولتي. نكلم بورسعيدي بقى، من خير مزارعنا بقى والجو شبار الحلو. الشبار الحلو ده شبار. عايز اعمله النهارده بطريقه جديده، عايز اعمله صياديه. هو في الميزه في الشبار او البولتي حاجه حلوه جدا. حلو. اولا ان هو سعره مناسب بالنسبه لاسماك تانية كتير سعرها مرتفع، كمان هو مرن، يعني تحس ان هو ينفع ماشي كل حاجه. مشوي، صياديه، مسلوق. احنا كمان عندنا بورسعيد بنعمل حاجه لطيفه قوي، حضرتك عارف احنا بنحب جدا نبقى مهتمين بالدايت وكده، فبنعمل شوربه السمك اللي هي بالحبهان والمستكه والبصل وكفته الجمبري بالرز. عندكم انا احب اكلها في بورسعيد، وراس الجمبري اللي هي زي الطعميه دي. تعرف تتعمل ازاي؟ دي طبعا تتعمل ازاي. انا بحط الثوم وبحط عليه البصل، يبقى معايا كبه، وطبعا بكلم بقى بورسعيدي بحط حباش. ايه هو الحباش؟ الحباش ده هو الحباش اللي هو الكزبره والبقدونس يعني. والشبت. هي حزمه دايما معروفه عند اي حد في بورسعيد، خصوصا لو احنا بنشتري من اي حد في البازار، يعني ما بقولوش بقى انا عايزه شبت وبقدونس لا بنقول حباش. الحباش هو عارف الترجمه بتاعته. البوكيه ده بالظبط. وبحطه عليه بالظبط. انا مسميه الثلاثي المرح. وده مهم جدا في الاكلات الاسماك. حلو. مهم جدا كمان الشبت. الشبت سواء كان شبت بالشكل ده او سواء كان الشمر بتاعه اللي هي البذره بتاعته. ايوه نعم. دي انا بحبها جدا. هو يحب السمك والسمك يحبه. طبعا. الجمبري ده عاشقة الجمبري. حلو. فبناخد الجمبري وبطحنه مع الرز مع المجموعه دي. لا هي مش بالرز، القرص الجمبري بيتعمل بالبيض والدقيق. دي نوع عارفه كفته الجمبري بالبيض. مظبوط. دي بتبقى حلوه قوي، حاجه زي العجه كده بالظبط. مظبوط. طب معانا بصله متقرمشه ومتحمره زي الفل، وعايزين نعمل شويه رز صياديه كده، لان عدل اي اكله سمك رز صياديه او رز ابيض. طيب احنا نقول المنيو. بورسعيد بيعملوا رز صياديه ازاي؟ الرز الصياديه انا عندي تركايه دايما لازم اعملها. بعد ما اتعلمتها من مين التركايه دي بقى؟ ماما الله يرحمها، رحمه الله عليها، الله يرحمها ويحسن اليها. وعايزه اقول لك يا شيف، انا ما كنتش بدخل المطبخ معاها. حلو. لكن هي يعني سابت لنا اجنده، ميراث. يعني ميراث. يعني هي كانت رحمه الله عليها، يعني رغم ان هي كانت مدير في جهة رسمية وحازمة جدا في إدارتها، لكن في البيت كانت ست بيت من الدرجة الأولى. حلو. فسبت لنا أجندة فيها كل حاجة، وبالتفصيل وبالتنظيم وكل حاجة. فبصراحة متنظمة السلطات لوحديها كل حاجة. الحلويات حضرتك عارف كمان بورسعيد